مرحبا، اسمي ديانا زين، عمري 15 سنة، أنا طالبة في أكاديمية صقر فلسطين، صار لي 3 سنين بتدرب كونغ فو. بدايتي كانت في الكونغ فو، أول شيء أمي شجعتني عليها. دخلت أنا وأختي دينا في التدريبات، أول شيء استصعبنا كثير، وبعدين شوي شوي صرنا نتدرب أكثر، صرنا نحب هاي الرياضة. صرنا أي يوم يعني ما نروح فيه على النادي خلص نحس إنه في إشي ناقص في يومنا. دينا أول إشي سبقتني في التدريب، صارت تعمل حركات قبلي، صارت تسبقني، أحاول أصير زيها وأحاول أعمل الحركات زيها. شجعت عن طريق انه بالصدفه شفت اعلان يعني انا على الفيسبوك عن الاكاديميه، دخلت على الصفحه. عجبتني هاي الرياضه لانه رياضه مميزه يعني مش زي اي رياضه عاديه، وتقريبا كانت الاكاديميه الوحيده هي عندنا يعني هون معروفه يعني، فقلنا بنجرب بنحاول. دخلت هي واخوتها يعني على الاكاديميه، واسبوع هيك زمان بتعرفي كل الصغار ببلشوا يملوا اشي، صرت أنا أسندها وهي وإخوتها وأشجعهم أكثر لحد ما حبوا هاي الرياضة، وصار يبين لما الإشي على جسمهم الليونة بتعرفي ينطوا في الهواء هاي الأشياء، فصاروا هم اللي حالهم يحبوها، صار عندهم إدمان في هاي اللعبة، هم صاروا بطلوا يستغنوا عنها يعني. ديانا الزين لاعبة كثير منيحة، عندها ليونة قوية بنفس الوقت، عندها إرادة، مع أنه أول ما أجت كانت عكس كل هذا الإشي. المراحل اللي مرت فيها ديانا في التدريب زي أي مراحل أي لاعب بيجي من أول من الصفر، بنبلش معها في الليونة في القوة، بعدها بنبلش ننتقل لمرحلة أقوى. بعد ما دخلت ديانا التدريب في تدريب المنتخب صارت تاخذ تمارين مكثفة، وصارت تاخذ تمارين أقوى من ما كان لازم تاخذ فيه. عادة البنت بسهولة بتكسب ليونيتها، بس لازم يكون عندها إرادة، وهي ديانا الزين كان عندها إرادة قوية، فعن طريق إرادتها وتدريبها المستمر صار عندها الليونة هاي. كونغ فو جمع ثلاث فنون قتالية، جمباز وساندا وأساليب. صراحة أنا بحب الساندا والأكتر اللي هي قتال. بكون عندنا فقرة عن الفقرة التدريبية اللي هي اللكمات والركلات الأساسية فالاختبار الأصفر، وبكون عندنا فقرة من الأساليب اللي هو البوبوكوان، وشوي من الجمباز الحركات الأساسية يعني. في الاختبار الأصفر بكون كل الحركات الأساسية الموجودة فيها، بعدها بننقل للبرتقالي، بصير حركات إيدين وإجرين أقوى للساندا، بنبلش في الإيد وان وحركات جمباز أكتر، وزي هيك بنضل نتنقل من مرحلة لمرحلة. بتدرب 3 ايام في الاسبوع، ساعه في اليوم. في اوقات العطل باجي الصبح على النادي بدري، بحاول اتدرب اكثر واشد حالي اكثر. طبعا يعني ما عرضت هاي الرياضه على دراستي، اذا اصلا صرت اجيب علامات مش منيحه اهلي بيعاقبون عن هاي الرياضه وما بقدر اني اتعاقب عنها. لهيك انا بدرس وحاول اجيب علامات منيحه عشان ما اتعاقب عن هاي الرياضه.
لما بلشت ديانا عندنا في التدريب بلشت تتأسس لحتى ما وصلت اختبار الأصفر. بعد 3 شهور عندنا كل 3 شهور بقدم اختبار الواحد. فبعد 3 شهور قدمت اختبار الأصفر وبلشت من مرحلة لمرحلة بتنتقل في تمارين أقوى وأصعب. في شخصيتها شوي اختلفت طبعاً أي رياضة بالعالم يعني بتعزز ثقتك في نفسك، بتعطيك دعم، يعني كيف بدي أقول لك، لو كان في شوي ثقة مهزوزة بتحسي حالك أنا مميزة عن غيري، يعني بتميز الرياضة طبعاً غير الصحة النفسية والصحة الجسدية وهي الأمور. رياضة الكونغ فو رياضة بدها قوة وبنفس الوقت بدها جسم لين، فمشان هيك بنكون بعد 3 شهور من أي طالب لاعب جديد بيجي عندنا بنعمل له اختبار، في منهم بيقدروا يكملوا ومنهم ما بيقدروا يكملوا. دعمتني اللجنة الأولمبية، سلطت علي الضوء بإني أنمي موهبتي، خلتني أشارك في الإعلام التلفزيوني وخلتني أشارك في بطولات محلية. شاركت 3 بطولات، شاركت أول شيء بطولة مدارس، شاركت ساندا وحصلت على مركز أول، وكمان شاركت كمان واحدة مدارس وشاركت أساليب وساندا، أساليب أخذت فيها فضية وساندا ذهبية. اللجنة الأولمبية بتدعم عن طريق دعم الاتحاد الفلسطيني للمشاركة في بطولات خارجية، والاتحاد الفلسطيني بدعم لاعبة المنتخب عندنا للمشاركة فيها. رياضة الكونغ فو لعبة قتالية صينية مقسمة لجزئين، ساندا والتاولو. الساندا اللي هي عبارة عن قتال في حلبة تحت قوانين محددة من الاتحاد الدولي، والتاولو اللي هي الأساليب استعراضية، قتال وهمي طويل بكون مقسم إلى جزئين جنوبي وشمالي. الجنوبي اللي هو عن جنوب الصين بكون بده قوة لأنه جنوب الصين كله جبال، والشمالي بده عن شمال الصين اللي هو سهل بده لين وليونة. أنا كأنثى واجهت صعوبات بما أنه مجتمعنا مجتمع ذكوري، وهي الرياضة قتالية بحسوها أنه للولاد أكتر. أول إشي امتنعت عن التدريب، بطلت أجي على التدريب بسبب هاي الأمور، ما شاركت بطولات عالمية برضو بسبب هاي الأمور والتفكير. حاولت أني أتدرب في البيت أكتر حتى إذا امتنعت عن التدريب، حاولت ما أخلي هذا الإشي يأثر علي أو يأثر أنه أنا رح أبطل أحب هاي اللعبة أو هيك. أنا مريت في مراحل أسمع عن حصص إنهم هدول بيجوا، بس إنه أسمع عن حصص متقدمة كتير إنهم اللي بيطلعوا بطولات وهيك. حاولت قد ما بقدر أشتغل حالي عشان أفوت هاي الحصة. طبعاً بدايتها أول إشي كتير استصعبت من هاي الأمور، صرت أروح من النادي أدرب في البيت ومن البيت على طول على النادي، يعني هيك. برضو وفقت بين دراستي، صرت خلص يعني بدي أدرب عشان أوصل هاي الحصة قد ما حكوا عنها. اتدربت الحمد لله ودخلت هاي الحصة وصرت من البنات المميزات في النادي. البرنامج الموجود لكل الطلاب جديد أو قديم 3 أيام بالأسبوع، بس في لعيبة المنتخب بكون عندهم زيادة إضافة حصة 2 ساعة بكل أسبوع.
بقول أي حدا رياضي أو مش رياضي لازم يدير باله على وجباته، يعني أي إنسان في الدنيا. هلا أنا كمدربة رياضة كمان بحاول كتير يكون أكلي في البيت صحي، صحي جدا، يعني ناحية تقليل الزيت إشي. لازم تاخذ مثلا كربوهيدرات، بدها تاخذ بروتين، لانه بتعرفي بالنهايه هي رياضه كثير بتستهلك طاقه كثير، فهي هي رياضه نعتبرها كارديو، فهي تحرق دهون اصلا هي الرياضه. فزي ما قلت لك بتروح من النادي تاعها بتلاقي وجبتها ايا كان، يعني شو في البيت، المهم تاخذ الاساسيات والبروتينات وبتعرف الدهون الصحيه، يعني العناصر الغذائيه المتكامله اللي تقدر ثاني يوم تكمل حصتها. ما في طاقة مش راح تعطي تاني يوم. رياضة الكونفو هي رياضة مش ماخدة حكى عنها هون في فلسطين، بتمنى انه ينزاد فتح أندية فيها في فلسطين عنا هون، مثلا في مناطق الجنوب ما في أندية كونفو، فبتمنى من الأهالي أنه نزيد عدد الطلاب في الأندية أنه يبعثوا أولادهم للمشاركة في رياضة الكونفو. كلمة بحكيها للديانة إنه هاي الرياضة قد ما تقدر تحاول ما توقفها، لأنها إذا وقفتها ليونة جسمها رح تقل ورح تخف ونفسيتها رح تتعب، فأنا بشجعها إنها تضلها على هاي الرياضة، وممكن إن شاء الله يوم من الأيام تكون عالمية، يعني لأنه إلها أخت فازت في بطولة لبنان على بطلة لبنان، أخذت 3 ميداليات ذهبية، إن شاء الله ديانة ممكن تطلع على أي بلد يعني كمان وتبدع في هاي الرياضة. الكلمة اللي بحب أوجهها لديانا الزين أنه تظل مكملة في الرياضة وتستمر فيه، ما تيأس من أي إشي بيصير معاها ولا من أي عائق، وتظل مكملة لحتى ما توصل لحلمها. بحاول أورجي البنات إنه رياضة الكونغ فو شيء كتير حلو، ومش بس للولاد، البنات بقدروا يدخلوها وبقدروا يحبوها أكتر. حلمي إني أوصل الحزام الأسود وأخلص الأسود، يعني في كل مراحله الأسود له 10 مراحل.